كنعتبروها بداية الأفراح الإفريقية المغربية اللي كانت مباراة ديال اليوم مباراة سد وكانت سهلة وكانت بداية النتائج الإيجابية اللي نتمناو أنها يعني يتلوها مباريات أخرى وانتصارات أخرى إلى نهاية الكأس إن شاء الله. وبصراحة السلام عليكم، المقابلة دازت مزيانة واخا ما كاينش الركلاكي، راه الطاقم التقني قام بالواجب اللي عليه وسبعة النقاط حنا الاولين، وبالفضل ديالنا دازت الكوت ديفوار. نتمنوا لها حظ موفق في الماتشات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. بالنسبه للماتش ديال اليوم كان بلينا وليد الركلاكي بانه ما كانش في رقعه الميدان، يعني كان واحد شي شويه ديال اللعابه كان خاصهم شي شويه ديال النديه، واللعابه كان علينا انه الشوط الاول انه نحسموا المقابله، ولكن شاء الظروف ونتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب في المباريات المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم. اولا اخي، اداء ديال المنتخب الوطني اليوم كان اداء متوسط داكور، يعني خلقنا بزاف ديال المحاولات وضيعناهم بواحد السذاجه اللي غريبه، ما فهمتش انا واش الدراري ما عرفتش علاش ضيعوا ديك السيد المحاولات. بالنسبه للكره الافريقيه يعني تطورت بزاف، ما بقاش ديك منتخب ضعيف منتخب قوي، ما بقاش ديك اللوجيك ديال هذه فرقه كبيره هذه فرقه صغيره، وليتي كتدخل 11 كونتر 11، يعني خصك تبين اللي عندك. يعني حنا الحاجه اللي ربحنا من هذه المجموعه هذه اننا حنا المتصدرين سبعه النقاط، ولكن كنتمنوا كونتر جنوب افريقيا يكون واحد المستوى اللي اكثر من هكاك والدراري يخدموا على الفينيسيون سورتو. وياش غنقول لك الفرحه ان شاء الله غتكمل، تنتاهلوا ان شاء الله للدومي فينال وحتى الفينال ان شاء الله. احنا اليوم فرحانين بزاف بهذا الفوز، وكنهديو هذا الفوز هذا المغربي لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله يطول عمره، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك ونحن دائما مغاربه. بلا وليد الركراكي اللعابه كانوا جاونا، كان شويه ديال التخوف شويه ديال محاكاه، وكان الماتش شويه قاصح شي شويه. صراحه اداء جد متوسط، كنا كنتظروا منهم الكثير. On faisait que subir le match ou le jeu من زامبيا. تغييرات نقدر نقولوا في الاول كانوا في محلهم وكانوا شي وحدين غير في محلهم، او مونك ديفيكاسيتي، هادشي اللي خص يخدموا عليه بزاف الماتشات القادمه ان شاء الله باذن الله، وداك الزربه الزايده هي اللي خاصها يراجعوا عليها الاوراق ديالها. صراحه كان ماتش واعر، فرحونا وحمروا لنا وجهنا، والله يخليهم ديما الفوق. صراحه